نسمع كمان الأستاذ سليم. أستاذ سليم، فكرة اللا إنجابية جات لك إزاي وليه؟ ليه مش عايز تخلف؟ طيب خليني أبدأ بجملة صعبة شوية وبعدين نرد على السؤال. قول. الإنجاب هو الجريمة التي اتفق الجميع على ارتكابها. الإنجاب بالنسبة لي هو جريمة في حق الإنسان الذي قررنا أن نجلبه إلى هذا العالم المتحارب اللي احنا بنعيش فيه. الحقيقة أن أنا بيتوجه لي دايما سؤال، أنت إزاي مش عايز تخلف؟ هو السؤال المناسب كما علمنا سقراط، أنت إزاي عندك القدرة وعندك الأمل وعندك الـ وفي محور تفكيرك أن أنت تخلف؟ ليه بقى؟ إيه ما أيوة، إيه هي الأسباب والدوافع اللي تخليني أصلا أخلف؟ طب ما تقول لنا الأسباب والدوافع اللي ما تخليكش تخلف، عشان انت واخد القرار احنا خلفنا وخلاص. اوكي. فقول لنا انت ليه ما بتخلفش؟ الاسباب والدوافع. بدايه نحن نعيش في عالم متحارب يحكمه مجموعه من المجرمين بشكل او باخر، تمام؟ فترات الحرب على مدار كوكب الارض كله مقارنه بفترات السلام، فترات السلام هي الفترات الاستثنائيه في حياه وعمر كوكب الارض. الإنسان لم يعيش في رخاء وهدوء وسلام سوى سنوات ممكن نحسبها من عمر كوكب الأرض كله إلى الآن. فأنت مش عايز تجيب حد عشان ما يعيش الحرب ويعيش معاناة؟ بكل تأكيد. الحياة هي مين اللي هيحارب في المستقبل لو ما جبناش حد قبل الحرب؟ مين اللي ممكن يصنع السلام؟ أو ممكن النسل الخاص أو الشخص الجديد اللي يدخل والله الحياة بأفكاره؟ ببساطة شديدة، أنا مش هكون ترس في إنتاج بشر يعانون في هذا العالم. أنت ناقم على باباك ومامتك إن هم جابوك للحياة؟ إطلاقاً. إيه؟ إزاي أنت ضد الفكرة وأنت مش زعلان من باباك ومامتك؟ بلاش تلعبي في عالم متحارب دي عشان أنا بحبهم فمش هتكلم عنهم. ما أنا عارفة أنك بتحبهم جداً، عشان كده أنا عايز أسأل. إذا كانوا هم طبقوا فكرة ضد الفكرة اللي أنت مؤمن بيها، بمعنى إن جابوك في الحياة فيها حرب وإحنا ما عندناش أكتر من الحكم، في النهاية أنا مش هطبق عليهم أفكاري فيما مضى. أنا بتكلم فيما هو آت وما هو آت أنا أملكه. مش متضايقين منها بجد يا سليم؟ مامتك مش معترضة مثلاً إن أنت مش هتخلف؟ إيه ده، أنا نفسي أشوف ابنك. أكيد معترضة. وأنت بتقول لها إيه؟ ولا حاجة. هقول لها إيه؟ في النهاية لا، ده رأيه. طيب صحيح، هل يا ترى أنت ناوي تتجوز ولا حتى تتجوز؟ لا والله إن حبيت أتجوز إيه المشكلة؟ طب إن حبيت تتجوز وذا نفس السؤال قالت لك أنا ما عايز أخلف؟ لا مش هتجوز. مش هتتجوز، الموضوع منتهي. طيب هل المجتمع بتاعك عندك شباب بيفكروا بنفس الطريقة؟ كتير. هل انتوا تعتبروا حزب، جماعة، طيار؟ اطلاقا احنا ملناش تنظيم، بس عشان نبقى متفقين. أيوة. مفيش تنظيم، مفيش مؤسسة، مفيش الكلام ده كله. احنا مجرد ناس بتعبر عن رأيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي بعض الصفحات بنتفاعل معاها. انت عندك كم سنة استاذ سليم؟ تديني كم سنة؟ انا 36 سنة. ولا مرة حبيت في 36 سنة دول؟ حبيت مرة واحدة. وقلت لها ان انت مش عايز تخلف؟ لا، وقتها كنت انجابي عادي. كان ممكن تخلف. انت خدت القرار ده بعد فترة؟ بعد فترة. من كم سنة؟ يعني لما دخلت الثلاثينات وبدأت. هل ترصد نقطة تحول، نقطة موقف مثلا نورت كده حصلت خليتك تقول انا واخد هذا القرار؟ هي مش نقطة، هي مجموعة من النقاط المتصلة بشكل او باخر. يعني احنا بنتكلم في صراع دايم انا مش قادر اخرج براه. انا كانسان مش، وبالمناسبه عشان بس الناس فاهمه الموضوع غلط، الازمه مش بس اقتصاديه، الازمه مش بس الغني بيعيش حياه مرفهه وجميله. صحيح. كلنا بنعاني بشكل او باخر. كل فقير ممكن يبقى غني، وكل غني ممكن يبقى فقير. الازمات الاقتصاديه اثبتت ده. ناس كان معاها مليارات اصبح في يوم وليله معهاش اي حاجه. هي دي الفكره. انا حتى في ظل الضخم أو الضخامة المالية اللي أنا بأملكها، أنا برضو مش قادر أحمي نفسي من ما ممكن أتعرض إليه وأعيش فيه. فبالتالي أنت مش عايز تعيش فيها حد. طب أستاذ